منا تاريخ كبير بيتهيألي من العطاء يعني بس انا قبل ما ابتدي معاكي بقى في الكلام ده كله، انت طبعا بنت الفنان الكبير نبيل الهجراسي. الله يرحمه. الله يرحمه يحسن اليه. طبعا ده كان معروف انه زملكاوي جدا. ايوه. طب ايه اللي حصل؟ حقيقة. ازاي طلعتي من بيت زملكاوي كده وتبقي اهلاويه جديده؟ انا كنت باجي الاهلي على طول مع اصحابي وعمامي عمتي واعضاء في النادي يعني. فبالصدفه انا كنت اصلا جمباز، ما كانش ليه علاقه بالغطس خالص، لان احنا كان العيله كلها جمباز. عمي كابتن عبد الرؤوف الهجراسي كان مدير المنتخبات القوميه للجمباز، وكلنا تقريبا ما فيش حد ما لعبش جمباز. فانا كنت مستمره في الجمباز عادي جدا، بس دخلت الغطس بالصدفه جدا. بس هم اولاد عم الجمباز والغطس يعني. احنا بناخد من الجمباز. لان يعني هي تقريبا هي نفس الحركات. صحيح. بس دي على الارض ودي في الميه. الهواء وفي الميه حاجات زي كده. طب قولي لي برضو يعني ما كانش في مقاومه من الوالد يعني لما لقيتي راح ناحيه سكه الاهلي كده؟ لا خالص. هو زملكاوي، بس هو برضه بيحب اللعبه الحلوه بيشجع اللعبه الحلوه. طالما بيشجع اللعبه الحلوه يبقى يعني هو عارف ان النادي الاهلي من اكبر انديه مصر ومن احسن انديه مصر ويعني مصنع الابطال. صحيح. زي ما بيقولوا في كل اللعبات. صحيح. فبالعكس هو رحب جدا، ما كانش عنده اي اعتراض. طيب خليني اروح للنقطه الفاصله في حياتك. انت كنت جمباز وبعد كده قلبتي للغطس. طيب ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي خلاك تقلبي القلبه دي؟ انا كنت بلعب على نزل البول، فبلعب وبتشقلب على حرف البيسين، زي بعمل حركات الجمباز بس بعملها على حرف البيسين. فالمدرب شافني. مين بقى المدرب؟ كابتن، كان اسمه كابتن معتز عياد. معتز عياد ربنا يمسيه بالخير. اول مدرب مرني هو اللي شافني. كان عندي كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تقريبا. لسه صغيره خالص. فقال لي انت بتلعبي ايه؟ قلت له انا بلعب جمباز. قال لي تلعبي غطس؟ قلت له ايه غطس؟ انا اصلا ما اعرفش ايه غطس. فشاور لي على المنطات، قال لي يعني تنطي، اطلعي اعملي اللي انت عملتيه تحت الشقلبه اللي عملتيها تحت، اعمليها من على المتر ساعتها. فطلعت عملتها، حتى انا كنت جريئه جدا ما كنتش بخاف يعني، فطلعت عملتها. فقال لي بس انت تيجي التمرين بكره الساعه 3. طب وصل لبابا ازاي؟ وصل لقرايبك ازاي؟ ماما ساعتها كانت معايا، كلمها قال لها دي هايله وجريئه وكده، واحنا بناخد من الجمباز، فخلاص دي تيجي التمرين وتتمرن ودي هتلعب غطس. يا خوفي على الجمباز دلوقتي، انت سيبتك هتخلي بنات كتير من احنا الجمباز. بنتمنى ان احنا ناخد من الجمباز، لانه بيجوا جاهزين يعني، بيجوا لنا احنا جاهزين. بس كده حبايبنا في الجمباز هيزعلوا. لا يعني مش هيزعلوا قوي، لان في ناس بتبطل بدري، فاحنا بناخدهم. ناخدهم فتبقى مصلحه مشتركه. اللي هم مش عايزينهم بيدونا. وهيطلقوا في الغطس طبعا. ايوه بالظبط. طيب خلينا ناخد المشوار من البدايه. يعني غيرتي، عملتي كارير شيفت او شيفت كارير ليكي، رحتي للغطس. ابتديتي ازاي؟ 9 سنين يعني، قولي لي بالتدريج. حبيت الغطس جدا، حبيته اكتر من الجمباز، وقررت ان انا خلاص مش هكمل في الجمباز، وهو ده هي دي اللعبه اللي انا حباها وعايزه اكمل فيها. فاتمرنت حوالي 2 3 شهر ونزلت بطوله الجمهوريه، طلعت الثالثه. 2 3 شهر نزلت الجمهوريه، طلعت الثالثه. ما انا جمباز، فما احنا عشان كده احنا بنبقى متاسسين لياقه بدنيه وجاهزين. بس في حته انت بنط في الهواء. وموهبه، ما هي موهبه. موهبه بس. برضو في لعيبه كتير او لعيبات كتير يخافوا من النطه بتاعت تبص للميه من فوق. بالظبط. هي عايزه جراءه. بس اوريدي اللي بيلعب جمباز بيبقى جريء، لان الجمباز لعبه صعبه جدا. انت بتعمل الحركات دي على الارض، ممكن تتكسر، ممكن يحصل لك اي صحيح. حاجه على الميه انت ما هتاخد كرباج، بس هيبقى برضو الاصابه مش زي الجمباز. بس مسافات عاليه. بالظبط. بس هي بتبقى بتدريج. فالجراءه بتيجي من البدايه، بيبان الطفل اذا كان جريء هيلعب وهيكمل، مش جريء عمره ما هيكمل. فانا كنت جريئه. انا خدت تالت جمهوريه. وبعدين بقى تدرجتي في الاعمار السنيه. فضلت بقى لعبت ناشئين، وبعد كده بقى لعبت عمومي سيدات، وبقيت اكسب بقى في كل المراحل دي كانت رحلتك مع النادي الاهلي. طب مع المنتخب بداتي ازاي؟ مع المنتخب امتى؟ بعد ما كسبت في الناشئين لعبت ناشئين، ولعبت برضو في العمومي سيدات. بعد ما كل بطوله تصفيات تحصل بتاع السفريه بطوله دوليه بياخدوا الابطال الجمهوريه اوتوماتيكي يسافروا. طب ومع العمومي بقى يعني بدا ايه البطولات العالميه اللي احنا رحناها؟ ايه البطولات اللي شاركنا فيها واللي انت بتعتز بيها جدا؟ انا خدت ثالث في بطوله الدنمارك الدوليه. ده كان حدث الحقيقه، لانه سنه كام ده تقريبا تفتكري؟ 94 95 تقريبا. وكانت ابتدت بقى اللي هي الاصابه ابتدت بدري شويه، بس انا كملت. طب الاصابه دي يعني كانت في الظهر، طب هي جت ازاي؟ هل من قفزه؟ هل كانت حاجه قديمه؟ استرس على الفقرات الظهر، وما بتتعالجش كويس، وما بيبقاش فيه اهتمام. احنا عندنا مشكله برضو في الرياضه عموما،
غير الكوره، الكوره بيهتموا بالاصابات، انما احنا عندنا ما بنهتمش في الرياضات التانية بالاصابات قوي، ما بناخدش الموضوع سيريس. فبتبقى اصابه معلش مسكنات مش عارف ايه، ريحي شويه، ريحي شويه دي ممكن تبقى يومين وانت اصلا محتاج تريح شهر مثلا. طبعا ده بيتضرب اصابه الظهر، فاتدرجت لحد ما بس بيتهيألي الموضوع ده ما بقاش دلوقتي. دلوقتي بقى فيه اهتمام كبير جدا بالالعاب، مختلف عن زمان، الوعي زاد، الوعي زاد، دي حقيقة. لا طب انا عايز